من النحاس المطلي بالفولاذ الوزن بتاعها 6.5 جرام، القطر بتاعها 23 مللي، السمك بتاعها 2.3 مللي. عدد الساق من القطعة دي كام؟ 30 مليون قطعة. كام؟ 30 مليون قطعة يا جماعة. وسعرها العادي غير الأخطاء في الكتالوج العادي، احنا بنقول سعر عادي غير الأخطاء يعمل كام؟ مكتوب بالظبط يا جماعة في الكتالوج العالمي 22 جنيه و75 قرش. 22 جنيه زي ما بيتكتب بالظبط، مثلا 20 دولار و55 سنت أو 45 سنت، نفس الشيء بتتسعر بالظبط يا جماعة. عشان الناس بنقول مش عارف ايه، لا كل عملات العالم متسعره كده بالطريقه دي، 22 جنيه و75 قرش. يعني السعر ده هيبدا من كام؟ يعني يا عم الحاج تبيع ديت ب 20 جنيه، تبيع ديت ب 20 جنيه، تبيعها ب 25 جنيه، ممكن تزيد حسب الحاله وحسب البايع والشاري والتفاوض بينهم، هم احرار ان شاء الله تبيعها بجنيه. انا بقول لك الصراحه، بقول لك الحقيقه، ما تقوليش بقى الاسعار دي مش عارف ايه ومش عارف ايه، انت حر، العمله معاك ما تبعتش تزيد، تمام؟ ديت المفروض يعني الاسعار دي محدش يبيع اقل من كده، اقل من ديت محدش يبيعها، يعني اقل من 20 جنيه 25 جنيه ما تبيعها، بس عايز تبيعها ب 5 جنيه انت حر، دي عملتك معاك وانت حر في العملات، كده كده هتزيد. مش كل مصر بتلم عملها، مش كل العالم اللي بيلم عملها، مصر 100 مليون 120 مليون ما بلمش 5 مليون ولا مليون واحد فيها، والباقي كله ما يعرفش حاجه عن العمله والا ما كانتش جات لك وجات لي وجات لي ده وجات لي ده، صح ولا لا؟ من هو النبي الذي صام لأول مرة على الأرض وهو أول من صام؟ مين النبي اللي صام أول مرة على الأرض؟ مين؟ حاول تختبر معلوماتك وتبحث وتشوف أهو بتستفاد، المعلومة اللي بتدخل دماغ الواحد من المعلومات دي استحالة تطلع أبدا، تمام؟